بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هنختم مع بعض يونت 2 بي ليسن 6، طبعا كونكت 5. الخاتمة عن إيه في الليسن 6؟ A project، مشروع. عن إيه مستر؟ A less polluted city، مدينة أقل تلوثا. طيب هو التكست هيبقى عبارة عن إيه؟ خلينا نقول ريدنج، برضو ممكن نطلع منه برايتنج، وهنطلع منه بالإيه؟ بالفوكاب والإكسبريشنز الحاجات اللي احنا بنطلعها منها من التكست كلها، اللي هي اساسنا بعد كده ايه في الرايتنج. ما تنساش الريدنج، اقرا التكست معايا. طيب بص، هو ده الشرح بتاع الكتاب. معايا؟ ادي لنفسك فرصه ان انت تقرا الكلام اللي موجود قدامك قبل ما نناقشه مع بعض. طيب read and notes steps to make a presentation. الله، ده البرزنتيشن، خطوات تقديم عرض تقديمي. طب ما هو انا دلوقتي بعمل برزنتيشن، اللي هو انا بعمل ايه؟ عرض تقديمي، بشرح حاجه معينه. ده برضو دي طريق، ده شكل من اشكال ايه؟ البرزنتيشن. تمام؟ فانت دلوقتي هتاخد الخطوات اللي انت تقدر تعمل بيها البرزنتيشن دي بعد كده، اللي هو العرض التقديمي. انت تقدم عرض، تتكلم قدام حد عن حاجه معينه، مشروع معين. هو قال لك اصلا ايه؟ A project. فانت البروجكت بتاعك انت تعمل له برزنتيشن، اللي هو A less polluted city، مدينه اقل تلوثا. طيب انا مستر كطالب في سنه خمسه المفروض ان انا اعرف الحاجات دي. طب وليه لا ان انت ما تقفش قدام الفصل بتاعك وتتكلم عن موضوع معين انت حابب تتكلم فيه؟ ده انت دلوقتي جيفنج ا برزنتيشن، بتدي البرزنتيشن، بس قبلها بيبقى في ستيبس اللي انت تعمل ايه؟ ميكنج للبرزنتيشن ده. يعني انا هعمل ايه؟ هقول ايه؟ طب الصور اللي انا هرفقها بالبرزنتيشن ده ايه؟ في مثلا في برنامج الباوربوينت ده فرضيا يعني. فهو بما يليق بسنك بس، واحنا هنطلع منه ايه؟ قلنا باساسيات الايه؟ التكست بس. فبقول لك هنا ديسكرايب ذا بروبلمز ان ديتيل. الاول هنصف المشكله بالتفصيل. نمبر 2 ثينك اباوت وات كوزز ذا بروبلم اند ميك ا ليست. فكر ايه ده كان انت اصلا بتعمل برين ستورمنج رايتنج دلوقتي، تكست عن رايتنج باراجراف عن اليس بلوتد سيتي. تمام؟ فبقول لك اهو دي البرين ستورمنج اللي هي ايه؟ اللي هي العصف الذهني، اللي هو بنطلع افكار قبل ما نعمل رايتنج. فهو بدل ما نعمل وقت رايتنج احنا بنعمل ايه؟ برزنتيشن. فبقول لك ثينك اباوت وات كوزز ذا بروبلم اند ميك ا ليست. فكر ايه اللي بيتسبب في المشكله ديت واعمل ليست ليه، حطه في قائمه، اذكره. ثينك اباوت بوسيبل سولوشنز. احنا جبنا الحاجات المتسببه في المشكله، ففكر في حلول محتمله للمشكله دي. تمام؟ ممكنه للمشكله دي، نقدر نحل بيها المشكله دي. دو سام دروينجز، ارسم بعض المخططات، ارسم رسومات لو بتقدر ترسم، تحاول توصل بيها المشكله دي. ستيك سام فوتوز، الزق بعض الصور. اند رايت ذا تكست، واكتب على التكست ده كانك بتعمل كابشن لصوره على الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب. الحاجات دي كلها بتبقى ايه؟ برضو ده اسمها رايت تكست اون ذا فوتو. طيب نمبر 5 قال لك بريزنت يور انفورميشن. نبدا بقى ان احنا ايه؟ نقدم ونعرض المعلومات بتاعتنا از ا بوستر في شكل ملصق. البوسترز اللي هي البوستر هو اسم اصلا، يعني كلمه باينه يعني. Or as a PowerPoint presentation، أو كعرض تقديمي على برنامج الباوربوينت. Use these phrases، استخدم العبارات الآتية. طب أنا دلوقتي داخل أعمل presentation عن مشكلة معينة. في جمل بيستخدمها البريزنتر قبل ما إيه؟ قبل ما يخش في الموضوع، أو اللي أنت تعرفني أنت هتتكلم على إيه قبل ما إيه؟ قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع. زي Today we're going to talk about، النهارده هنتكلم عن. First we're going to tell you about، اول حاجه هنقول لكم عن. Next we will mention، بعد كده هنذكر. Then we will finish، وبعد كده هننهي. And have some time for questions، وفي بعض الوقت في الاخر يبقى ايه؟ كاسئله. طب ما هو انت كبرزنتر بتقدم برزنتيشن، لازم هتتكلم في موضوع معين وتذكر الموضوع ده. تمام؟ وفي الاخر لو في اي حاجه من اي حد من الاودينس اللي هم جمهور المستمعين اللي قدامك دول عنده اسئله لازم بيسال. طب يلا نشوف كده التكست، نطلع منه ده بقى المهم بالنسبه لي. الكلام اللي فوق ده
كمقدمه. انا عايز بقى التكست ده اقرا معايا يلا، ادي لنفسك دقيقتين ثلاثه افهم علشان ده اساس الرايتنج بعد كده بتاعك. يلا بسم الله. طيب التكست عن ايه؟ الووتر بولوشن. ما هو هنا يذكر ازاي اللي احنا نوصل لليس بولوتد سيتي، مدينه اقل تلوثا. هيذكر هنا ايه؟ الووتر اهو بولوشن. طب الووتر بولوشن اللي هو ايه؟ تلوث المياه. ده مشكله بيئيه. قال لك هنا وين هارمفول كيميكلز، لما المواد الكيميائيه الضاره. انا عايزك تطلع من هنا ب حياتك كلها بقى مرتبطه بالايه؟ بالبولوشن. هارمفول ككلمه ضار، كيميكلز مواد كيميائيه تمام، جو انتو ووتر بوديز. جو انتو بتدخل تنزل فيه تمام، تصل فيه تتسرب هنا اهي، تتسرب اللي هي الهارمفول كيميكلز جو انتو ووتر بوديز اللي هي المسطحات المائيه تمام. وهنا ذاكرها اللي هي ايه؟ المجاري المائيه اهو، ووتر بوديز اهي، المسطحات المائيه او المجاري المائيه. وتشمل ايه بقى؟ هيذكرها لك دلوقتي. لايك اهو، لايك بقى عارفين لايك او ساتش از اهو، لايك او ساتش از بتدي اكزامبلز للحاجات اللي انت لحاجه انت ممكن الشخص اللي قدامك ما يعرفهاش، فتقول له ايه؟ زي، مثل. وقال لك هنا الووتر بودز زي ايه هنا؟ قال لك ريفرز اهو، المسطحات المائيه زي ايه؟ ريفرز، انهار، ليكس، بحيرات، اند سيز، وبحار. وي كيل ذس، وي كول ذس ووتر بولوشن. طب انت عايز تدي مسمى بقى للايه؟ لما الهارمفول كيميكالز جو انتو ووتر بوديز ساتش اس كذا وكذا، فتقول لي ايه؟ نسمي ده، بنقول على ده، بتقول وي كول ذس، بنقول على ده اهو ووتر بولوشن. ده زي كانك بتدي ديفينيشن للووتر بولوشن باللي انت بتدي اكزامبلز الاول عليه. قال لك ووتر بولوشن كان كيل اورجانيزمز. طب ما انت عارف اورجانيزمز اللي هي الكائنات الحيه اهو، اورجانيزمز كائنات حيه. طيب والكائنات الحيه هنا بتعيش فين؟ في الووتر. قال لك ذات ليف، والتي تعيش ان ذا ووتر، في الميه. وراح مدي لك اكزامبلز هنا برضو بساتش از اهو، احنا قلنا لايك وساتش از. ساتش از فيش، سمك، بيردز طيور مائيه، اند كرابس. كرابس اللي هي الكابوريا، كرابس الكابوريا. It can also kill birds that eat the fish. ده حتى اللي هي الهارمفول كيميكلز او الووتر بولوشن ده ممكن يتسبب في ان هي تقتل الطيور اللي بتاكل السمك ده كمان. لو كانت السمك مثلا متسمم تموت هي كمان. ووتر بولوشن كان كوز انيمالز. كوز اللي هو، خلي بالك اوعى تلخبط ما بين كوز وبي كوز. كوز يعني يتسبب في، بيسبب حاجه، بيعمل حاجه اهو. كوز انيمالز تتسبب في ان الحيوانات تو لوز ذير هومز اللي هي الهابيتاتس بتاعتهم اهو. لوز كذا، هيز، هير، كذا، هوم او هومز، تفقد موطنها، البيئة اللي عايشة فيها تضيع منها. And it change their habitats. طب لما هي مش مرتاحة في البيت بتاع في المنطقة بتاعتها او في البيئة اللي عايشة فيها،
خلاص قال لك تشينج يغير هابيتات. تغير الايه؟ اماكن الايه؟ العيشه بتاعتها. تغير الحيوانات دي اماكن عيشتها اللي هي عايشه فيها. تمام؟ ده الجزء الخاص بالايه؟ بالووتر بولوشن والكلمات الخاصه بيه. اقراه تاني، شوف الكلمات اللي موجوده على البورد، افهمها كويس جدا. تمام؟ يلا بينا. بيقول لك هنا لوك اند ريد. طيب يلا بينا، ده هنطلع برضو منه بكلمات ان شاء الله. ده عن المشكله والاسباب والاثار والحل. يلا معايا. ادي لنفسك دقيقه او دقيقتين تقرا فيهم. يلا. الكوزس، الكوزس احنا قلنا كوز يتسبب فيه، الكوزس الاسباب. يبقى هنعرف هنا ان الكوزس اللي هي ايه؟ الاسباب. الكوزس الاسباب. طيب ويست ووتر فروم سينكس، الاسباب الخاصه بالايه؟ بالووتر بولوشن. ويست ووتر اللي هي ايه؟ المياه العادمه. تمام؟ الويست ووتر المياه العادمه اللي هي بتتهدر مننا، المياه المهدوره. خليها برضو المياه المهدوره اهي، المياه المهدوره اللي هي بتتهدر مننا خلاص في الاستخدام بتاعنا. استحمى بتغسل وشك كده اهو. فروم اهو حلك ويست ووتر فروم، من بقى سينكس اللي هي الاحواض، تويلتس المراحيض، اند شاورز والايه الاستحمام اللي احنا ايه بنتحمى. ويست ووتر اند كيميكالز فروم فاكتوريز. قال لك هنا ويست ووتر، هنا برضو قال لك ايه ترجمها بالمياه الصرف الصحي، المياه برضو العادمه اللي هي المهدوره، والكيميكالز المواد الكيماويه فروم فاكتوريز. طب انت عارف الفاكتوري اللي هو ايه؟ المصنع. والجمع اهو فاكتوري، والجمع بتشيل الواي وتحط لي اي اس، مصنع ومصانع. بس تعال الاول نحل، نتكلم عن الكوز والافكت والسولوشن لكل حاجه لوحدها. اول حاجه كده هو قال لك ويست ووتر، قبل ما نتناقش في كله، ويست ووتر فروم سينكس تويلتس اند شاورز. طب الافكتس الاثار بتاعتها ايه اللي بيحصل؟ ديرتي ووتر كان ميك تشيلدرن اند اولد بيبل ال. طب الاثر بتاعها دي المياه المتسخه دي ممكن تخلي تصيب اهو الاطفال والعواجيز ال. يبقى هنا ميك somebody والادجكتيف، ما احنا قلناها قبل كده، تجعل ادجكتيف تجعل يجعل تجعل اهو ميك them ال، والادجكتيف هنا اللي هي ال اهو، تجعلهم ايه؟ مرضى. السولوشنز الحلول، سيف از ماتش ووتر از بوسيبل، على قد ما تقدر حافظ على الميه وانت بتغسل وشك، ما تفتحش الميه على الاخر، دونت تيك لونج شاورز. تمام؟ اللي هو ايه؟ ما تقعدش في تحت الدوش 10 دقائق، لا 3 4 دقائق. تمام كده، فده الايه؟ السولوشن. طب اللي بعده قال لك ويست ووتر اند كيميكالز فروم فاكتوريز، الاسباب. الافكتس اللي هي المياه العادمه من والمواد الكيماويه من المصانع، الاثار بتاعتها polluted water destroys wildlife and rivers، المياه الملوثه ديت بتدمر، وانت عارف اللي هي destroy يدمر، والووتر uncountable ما بتتعدش، اسمها ما بتتعدش، فقال لك destroys بتدمر ايه هنا؟ wildlife، wildlife حياه البريه. كانت اللي هي بتعيش في الايه؟ البريه. اهو destroys wildlife in rivers، بتدمر الحياه البريه في الانهار. السولوشن avoid running water. تمام؟ وبرده كان في من ضمن اللي هو ايه السولوشنز فوق اللي هو save as much water as possible، take shorter showers، انا ذكرتها، اللي انت خد ايه
دش اقصر مش اللي هو الدش الطويل. طيب قال لك هنا برضو solution never throw garbage in or near a lake or a beach. ما never do something اللي هو ما تعملش ده ابدا. فبقول لك never throw garbage والجاربج uncountable ما تعدش ما يجيش قبلها ايه او ان ما تتجمعش. فبقول لك هنا never اهو never throw garbage in لا تلقي ابدا اهو لا تلقي كمامة ابدا اهو لا تلقي الكمامة ابدا في or near او بالقرب من a lake or beach بحيرة او شاطئ. طيب وبرده كان اخر حاجة اللي هي ال causes دي قال لك waste water from agricultural land and cities into rivers. طيب agricultural land اللي هي الارض الزراعية مش بتتروى المية ال waste water المية العادمة اللي خارجة منها تمام ومن المدن بيقول لك ايه into rivers بتروح الانهار بترجع الانهار او بتتصرف في الانهار تمام. فقال لك دي برضو بتضر يبقى هنا agricultural land اللي هي الارض الزراعيه. طب تعال نشوف موضوع الويست ووتر ده بقى كده علشان بس ايه الكلام كتير عليه. بص الويست ووتر الميه العادمه او الميه المهدوره اللي هي بعد الاستخدام ودي ساعات كتير هي اصلا بتبقى خلاص نزلت احواض من الحمى كده فما تنفعش تستخدم تاني تمام ما ينفعش تتحط تاني في تنزل تاني في نهر بتضر تمام. فالويست ووتر عندك اهو سينكس خلاص احواض تويلتس حمامات شاورز دش اللي احنا بناخده كل ده بيطلع ايه ويست ووتر تمام. فاكتوريز المصانع برضو بتطلع ويست ووتر والفاكتوريز برضو ممكن تطلع ايه برضو الى جانب الويست ووتر كيميكلز. ده الملخص يا جماعه بتاع الايه المشاكل كلها. اجريكالتشرال لاند الويست ووتر برضو بتيجي من ايه اجريكالتشرال لاند اهو الارض الزراعيه. والويست ووتر بتيجي منين برضو السيتيز يعني في كل حته ويست ووتر تمام. بتروح فين بقى ها بتروح الريفرز الانهار ده طبعا بيبقى ايه ضرر. طيب وده الويست ووتر دي ديرتي ووتر دي بولوتد ووتر تمام ميه متسخه ميه ملوثه ممكن تتسبب في ايه خلاص اللي هو اللي تشيلدرن او الاولد بيبل كان بيكم ال ميك ذيم ال تمام ديسترويز وايلد لايف. الاثر بتاع ده كله بتاع ده كله اهو الديرتي ووتر اثرها ميك بيبل ال اهو make people ill ايه تاني destroys wildlife. ده الملخص يا جماعه بتاع البروجكت ركزوا ده الايه الايه النهايه يعني والوايلد لايف والحاجات دي ما هي البلوتد ووتر والديرتي ووتر دي اضرارها ايه بالريفرز لانها بترجع للريفرز فبتدمر الحياه البريه في الريفرز والناس بتشرب من الريفرز فالناس بتتعب السمك بيتسمم بيموت الطيور بتاكل السمك ده بتموت بهدله تمام. طب الحلول قلنا ايه قال لك سيف ووتر ها الحاجات دي كلها الووتر بلوشن حله ايه اهو سيف ووتر. الحلول بقى السولوشنز اهي عشان ممكن باراجراف سيف ووتر الملخص. طب ازاي يا مستر هاو ازاي هنسيف الووتر تيك شورتر شاورز
ما تطولش في الحمى، خد دش قصير وقت قصير. افويد رانينج ووتر يا جماعه، بالحق دي ما ذكرناهاش. افويد رانينج ووتر يعني ايه بقى؟ وهجيب لكم مثال بسيط. تتجنب، افويد اللي هو تجنب المياه الجاريه، الرانينج ووتر المياه الجاريه. يعني ايه يا مستر المياه الجاريه؟ المياه الجاريه انت حضرتك بتتوضى، ابسط حاجه، ابسط حاجه، مش هقول لك ماما بتغسل المواعين ولا اي حاجه، والحاجات اللي احنا بنشوفها بتتعبنا نفسيا، وانت بتتوضى وفتح الموتور، والموتور عندك مثلا واحد ونص حصان، اتنين حصان، واحد حصان، تمام، موتور ايطالي بيجيب المياه من تحت الارض، تيجي تفتح بقى تلاقي ايه المياه، لو جيت اصلا حطيت ايدك تحتها تخترق الجلد، تخترق العظم ذات نفسه. طب انت دلوقتي انت كحد مسلم المفروض تفتح المياه كده؟ لا طبعا، انت المفروض على قد استخدامك. فالرانينج ووتر ما يبقاش انت بتغسل كوبايه وفتح المياه على الاخر والكوبايه بتطلع المياه شلالات في كل حته في المطبخ، يعني لا، يبقى دي اللي هي افويد رانينج ووتر، المياه على قد الاستخدام، تمام. طيب طبعا نيفر ثرو جاربج ان اور نير ليك اور بيتش، ده بس اللي هي السولوشن، تمام. ده الجزء الخاص A project a less polluted city. اتكلمنا عن water pollution، الفوكابلر بتاعتها، اتكلمنا عن الكوزس وناقشنا في الفوكابلر بتاعتها، واتكلمنا عن الافكتس الاثار بتاعتها، اتكلمنا عن ايه يعني ايه الويست ووتر وبتيجي منين مصدرها ايه، وان الويست ووتر الديرتي ووتر بولوتد ووتر، تمام، وازاي اللي احنا نسيب ووتر السولوشنز. ده نهايه التكست الخاص بالبروجكت، نهايه ليسن 6، نهايه يونت 2. خلاص اشوفكم ان شاء الله في الحل بتاع التيستس اللي هو 1 و2 على يونت 2، وان شاء الله ننطلق بعد كده يونت 3. واتمنى ان انا اكون وفقت في شرح اليونت واللي انت استفدت على قد ما تقدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.